المستشفى الإماراتي المتنقل أسس ليمد يد العلاج لكل فقير قاطعا المسافات دون أن يكون هناك أي اعتبار لجنس أو عرق، بهدف تقديم الخدمات الطبية المتخصصة مجانا للمحتاجين، لا سيما الأطفال وكبار السن، مع التركيز على المناطق النائية التي لا تتوفر فيها الخدمات الطبية، مقدما العديد من الخدمات العلاجية والجراحية والتثقيفية والوقائية والتدريبية للمستفيدين. ثلة من أفضل أطباء العالم حملوا المسؤولية على عاتقهم، منهم جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، المدير التنفيذي لمستشفيات الإمارات المتنقلة، طبيبا وفنيا وإداريا. يحدثنا الدكتور عادل عن المستشفى وأهم محطاته. مستشفى الإمارات الإنسان المتنقل انسجاما مع الروح الإنسانية المغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وامتداد لجسور الخير والعطاء لأبناء الإمارات، أبناء الاتحاد الذين خطوا خطوة القائد ونهجوا نهجة. فجاءت تأسيس هذا المستشفى الميداني المتنقل ومجهز بحث الأجهزة والتجهيزات الطبية كنموذج مميز يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم، يقدم خدمات علاجية وجراحية وتدريبية ووقائية بالمجان للفئات المعوزة وبالأخص الأطفال وكبار السن. المستشفى الإماراتي المتنقل منذ انطلاقته عام 2009 كانت أولى محطاته جنوب السودان، حيث واصل رسالته الإنسانية في هذا المجال مستقبلا مئات المرضى في بلد يعاني أهله من المجاعة وضيق ذات اليد. في الصومال نجح الفريق الطبي في إنقاذ حياة العشرات من المرضى، خاصة الأطفال الذين يعانون من مضاعفات سوء التغذية، حيث تم وضعهم لعدة أيام تحت المراقبة في المستشفى المتنقل الذي تبلغ سعته 16 سريرا، وتم إعطاؤهم الأدوية والعناية اللازمة التي ساعدت على تحسن حالتهم الصحية وتجاوزهم الخطر. وعالج الفريق الطبي في مستشفى الإمارات المتنقل أكثر من 6000 حالة، غالبيتها كانت لأطفال يعانون من أمراض معدية والتهابات شديدة ومشاكل صحية في الجهاز التنفسي والهضمي، إضافة إلى حساسية في الجلد. في البوسنة أجرى الفريق الإماراتي العالمي لجراحات القلب التابع للمستشفى الإماراتي الإنساني العالمي المتنقل وبمبادرة من المجموعة الإماراتية العالمية للقلب الذي يزور البوسنة والهرسك، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر، أجرى 6 عمليات قلب